اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. وهنروح للندا سريعا عشان تقول لنا ايه اخر اخبار الطقس ودرجات الحراره على محافظات الجمهوريه. حقيقه بجانب الانخفاض اللي انا قلت لكم عليه من شويه، في نشاط للرياح وفي اضطراب في الملاحه البحريه على البحر الاحمر والمتوسط. اتفضلي يا اخبار كلها جميله. اخبار كلها جميله. هيئه الارصاد الجويه تتوقع ان الطقس النهارده هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون لطيف على السواحل الشماليه الشرقيه، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وحر على الجنوب. وبالليل الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد. النهاردة كمان هيكون في نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد، هتكون مثيرة للرمال والأتربة. هيكون كمان في أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 28 وصغرى بتسجل 15، الإسكندرية العظمى 22 وصغرى 15، مرسى مطروح العظمى 21 وصغرى 14، سيوة العظمى 22 وصغرى 15، بورسعيد العظمى 22 وصغرى 16، دمياط العظمى 22 وصغرى برضو 16، الإسماعيلية العظمى 30 وصغرى 17، السويس العظمى 31 والصغرى بتسجل 17. هنروح للعريش، العظمى هناك بتسجل 22 والصغرى بتسجل 16، طابق العظمى 31 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 21، الغردقة العظمى 32 والصغرى 23، الفيوم العظمى 30 والصغرى 18، بني سويف العظمى 31 والصغرى 19، المنيا العظمى 32 والصغرى بتسجل 20. أسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 20، سوهاج العظمى 33 والصغرى 21، قنا العظمى 33 والصغرى 22، الأقصر العظمى 35 والصغرى بتسجل 22، أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 23، الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 21، شلاتين العظمى 31 والصغرى 20، وأخيرا حلايب العظمى 31 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لحسام وجبانة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك، شكرا جزيلا يا ليندا. ميرسي جدا.